متابعينا متابعي طقس العرب في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وصحه. نستعرض معكم اخر توقعات الحاله الجويه اليوميه في الاردن خلال الفتره القادمه. سادت اجواء صيفيه معتدله خلال ساعات النهار، في حين كانت لطيفه مع ساعات الليل وتحولت حتى مع ساعات الليل المتاخره لتصبح مائله للبروده في عموم المناطق. نستعرض ملخص للحاله الجويه المتوقعه خلال اليومين او ثلاث ايام القادمه. نلاحظ معكم انه سيطرا ارتفاع قليل على الحاره يوم غد الجمعه، لتصبح الاجواء صيفيه اعتيادية في عموم مناطق، درجات حارة قريبة من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، لكن تعود درجات حارة إلى الانخفاض مجددا أيام السبت والأحد مع نشاط لافت وكبير في الرياح الشمالية الغربية، وبالتالي أجواء منعشة مع ساعات النهار تميل إلى البرودة مع ساعة الليل المتأخرة، مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة وظهور السحب المنخفضة في عدة مناطق. نستعرض معكم التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة. 19 درجة مئوية هي الحارة الصغرى المتوقعة مع ساعات الليل المتأخرة خميس على الجمعة وفجر الجمعة، وبالتالي أجواء مائلة إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في عموم المناطق، مع ملاحظة أن نسب الرطوبة معتدلة إجمالا، لكن خلال الليالي القادمة سترتفع نسب الرطوبة بشكل لافت مع ظهور السحب المنخفضة في العديد من المناطق. نستعرض معكم التوقعات الخاصة بثلاثة أيام. كما نلاحظ هنالك يومي السبت والأحد انخفاض قليل على الحارة، بحيث تصبح الأجواء صيفية معتدلة مع ساعات النهار، وتكون درجة حارة دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، في حين تسود أجواء مائلة إلى البرودة مع ساعات الليل لا سيما المتأخرة منها مع ظهور السحب المنخفضة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.